خلاص يا انشي، خلاص يا حبيبتي بقى، الله ما تعمليش في نفسك كده. ازاي بس يا رجاء؟ ازاي وهي خدت مني كل حاجه؟ خلت احلامي وطموحاتي وفلوسي وتذاكر السفر، كل حاجه كل حاجه. خلاص خلاص خلاص، تتعود ان شاء الله بفرصه تانية. فرصه ايه؟ فرصه ايه يا رجاء؟ الفرصه بتيجي مره واحده في العمر. طيب انا عندي فكره، بقول لك ايه، اطلعي الرحله دي على حسابك انت، عشان يعني ما تموتيش بحسرتك. هو فين؟ هو فين حسابي ده؟ شوفه، اشوف حسابي ده، ما بقاش فيه حاجه خالص بعد ما اشتريت التحف الجميله اللي عندي، خلاص بقيت على الحديده. وبيني وبينك ما اكذبش عليكي، يعني بقيت اشتري الاكل عندوته من شعبان المعفن. يا خبر للدرجه دي؟ طب هقول لك حاجه، تهتوا لقيناها، بيعي حته من التحف دول وسافري بثمنها. لا لا ما تقوليليش كده يا رجاء، كأنك بتقوليلي بيع واحد من عيالك. ما اقدرش ما اقدر. يا ربي ليه وانتي رايحه ايه بقى؟ تقع بيكي الطياره انتي وشعبان. بلاش بلاش حكايه الطياره دي، اصل انتي عارفه بقى اليومين دول الطيارات بتقع كتير، والسياحه يعني مش ناقصه. يا سلام، يعني يرضيكي شعبان وهبه يروحوا يسيحوا هناك في باريس وانا اقعد معاكي هنا؟ ده ايه النحس ده؟ كده برضو بقى انا قاعده معاكي ومستحملاكي وعماله طيب في خاطرك، والاخر تقولي ايه النحس ده؟ عرقي المثل يا اختي، الدنيا شقلبت شقليبه. والعبيط شد حيله. يا عيني على الحلو، يا عيني على الحلو، لما تبهدلوا الايام ويبقى شخليله. احنا بقينا بيئه قوي 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 قوي، بيئه طحن. ارخص الاسعار، ارخص الاسعار، يلا يا هانم، مزاد يا بيت، مفيش حاجه بربع جنيه، كل حاجه بالدولار، وبرضو ارخص الاسعار. وانا مستني المشتري الحمار. بس بقى يا علي بس، اديني عملت مزاد اهو زي ما انت عايز، عشان ابيع حاجات حبيبي يا حبيبي. وحشوني يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا حبيبتي معلش. عاجبه حضرتك دي يا فندم؟ ده تحفه. دي تحفه فظيعه على فكره، من الصعيد. لقيتيها فين دي؟ لا انا ما لقيتهاش حضرتك، انا اشتريتها من تاجر صعيدي. تاجر اثار يعني؟ لا تاجر بلح، لقيتها عنده وعجبتني فاشتريتها. اشتريتيها بكام دي؟ انا شايف هو تحقيق، حضرتك ناوي تشتري ولا هتتعبنا؟ لا طبعا، ده مصنوعه في تقديري من 4000 سنه. نعم أنا عالم مصريات في وزارة الآثار وخبير في التحف والأنتيكات. أهلا وسهلا، يعني حضرتك ده كارت تعارف ولا جاي تشتريها ولا جاي تقبض علينا ولا إيه بالظبط؟ بس يا علي الراجل بيقول لك إن هو خبير في الآثار، بيقول لك إن القطة دي لا تقدر بثمن قلب أمها. ما شاء الله، ده فهد مش قطة، وده مؤكد تمثال فرعون عتيق، غالبا من الأسرة الفرعونية الـ 12. حضرتك متأكد؟ لازم نتأكد إنه أثر فعلا، ساعتها هيحصل لكم حاجة من الاتنين. ايه؟ يا اما هيتقبض عليكم بتهمة الاتجار في الاثار. ثانية واحدة، دي لا مراتي ولا اعرفها، احنا حيلا بينا تلات عيال لا راحوا ولا جم. او ايه تاني حضرتك؟ يا اما هيتم تكريمكم بسبب الاكتشاف العظيم ده. يا سلام، شوف مراتي حبيبتي والله العظيم فنانة، طول عمرها بتفهم في الاثار. ايوه طول عمره وبيشجعني على تجارة الاثار. قصدك تجارة التحف يا حبيبتي، احنا عايزين الجايزة مش عايزين نتسجن. ايوه حبيبي السجن ليك والجايزة ليا. ممكن بص 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 بص، ميرسي ميرسي البومك. اهلا يا انجي، فين التمثال؟ تمثال ايه؟ انت هتستعبطي؟ تمثال الفرعوني. هو حضرتك مش قلت انك عالم اثار؟ لا ده اخويا، انا تاجر اثار. افتكرتك انت بتاع فيلم ابو علي. ايوه بالظبط، مش عايز كلام كتير، انا عايز التمثال. علي علي امي علي العيني علي. ما تحاوليش معاه، اديته حقنة تنيم فيل.
ما ادتنيش انا كمان واحده زيالي مع اني بخاف من الحقن. ما كانش معايا غير واحده بس، وعايز حد اتفاوض معاه. تتفاوض على ايه حضرتك؟ تمثال او الدماء؟ ليه حضرتك؟ انت مش قلت لي ان انت طيب زي الاستاذ رشوان توفيق؟ لا، اخويا ضحك عليكم، انا شرير زي زكي رستم او محمود المليجي. يا مامي، بقول لك في تماثيل كتيره قوي بره، خد منها اللي انت عايزه وخدها كلها. لا انا عايز ده. لا لا، ده لا، ده ملك مصر، وانا مش ممكن ابدا افرط في مصر ابدا. بقول لك هات التمثال. حاضر حاضر، التمثال اهو، ولو تحب اجيب لك ابو الهول بمناخيره لحد عندك. حاضر حاضر. انا مش عايز غير حاجه واحده بس، مش عايز اسيب دليل ورايا. يا مامي لا، ارجوك ارجوك ما تخطفنيش، ما تموتنيش، ما تاكلنيش، عايزه اعيش. انا اوه في اولاد، في اولاد، في اولاد. ايه ايه في ايه؟ انا اتقتلت يا علي، اتقتلت اتقتلت. اتقتلتي؟ مين اللي قتلك؟ راسك؟ لا ملوش حق. طب راسك فين يا حبيبتي؟ انت سليمه وزي الفل اهو. لا لا، ماليش دعوه، هو جه ضربني وخد التمثال وهرب. خد التمثال وهرب؟ التمثال ده؟ طب ما التمثال اهو يا انجي. صح صح، التمثال اهو. الحمد لله الحمد لله. في علي، نام يا علي نام، شكلك كده كنت بتحلم وتخرف. نام يا علي نام. انا اللي كنت بحلم وبخرف. ايوه، وقعدت تقوم وتخضني من النوم وتقولي ضربني وقتلني وضربك في... نام نام يا علي نام، ربنا يهدك. نام. حسبي الله ونعم الوكيل. مبروك يا انجي، الجرايد القوميه كلها نشرت الخبر ومنزلين صورتك جنب التمثال. الله يبارك فيك يا فندم. طبعا لما هتروحي التكريم هتقولي للوزير بقى ان انتي عملتي ده كله بفضل توجيهاتي. نعم، توجيهاتك ليه بقى ان شاء الله؟ لا طبعا، هقوله ان كل ده مجهودي وتعبي. اسلام، مجهودك وتعبك ده ايه؟ ايه انت اللي نحتيه ولا ايه؟ انا كل يوم كنت بنضفه واسهر جنبه يا جميل. نعم، كنت بت ايه؟ بنضفه واسهر جنبه حبيبتي، نظافة وحراسة. لا والله، ناقص تقولي انك كل يوم بتحط له ميه واكل. مبروك يا انجي. الله يبارك فيك يا موحة. صبرتي وقلتي يا انجي. الله يصبرك يا كاميليا. على فكرة وزارة الثقافة هتكرمك وهتطلعك رحلة أسوان والأقصر على حساب البلد. الله، أسوان وحشتني قوي. انت رحتيها قبل كده؟ لا. الأقصر حلوة برضو. انت رحتها قبل كده؟ لا، بس يمكن نعتر لنا على تمثالين تايهين هناك ولا حاجة. ايه ده يا علي، انت عايز تماثيل؟ ايه انجي؟ دي انا بموت في التحف والاثار. في ايه يا علي حبيبي؟ سلامتك، انت اتغيرت خالص، تكونش دي لعنه الفراعنه؟ وفيها ايه لما شارك مراتي حبيبتي في هواياتها؟ يا حبيبي وماله تشاركني في هواياتي يعني، بس بلاش موضوع التحف والاثار ده عشان كنت هتلبسنا في قضيه اتجار بالاثار وكده. خلينا في الرحله حبيبي، خلينا في الرحله.